السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعت لكم فيديو جديد من يوميات عبود ومهدي. قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. طبعا يا حبيبي أريدك تشوف الفيديو من البداية للنهاية، يعني ما أريدك أنك تكر بالفيديو وتاخذ الجزء اللي بدك اياه انت، لا، اريدك تشوف الفيديو من البدايه للنهايه عشان تفهم ايش معنى الفيديو. اليوم فكرت وحابب اني اشوف راي عبوده ومهدي وردت فعلهم مع بعض. ايش هو الفيديو؟ الفيديو اني راح اخفي الكاميرا واقعد واقول لعبود ومهدي قررت اني اطلع ام عبود معانا على اليوتيوب. فمجرد ردت فعل لا أكثر ولا أقل، لا حدا يجي يقول لي والله ما يصير تطعن أني مع احترامي لكل شخص عنده قنوات ويطلع زوجته، ما لي علاقة بأي أحد، هو حر بنفسه وأنا حر بنفسي، وأنا ما نعد أطلع بهذا الفيديو علشان أطعن بحدا، لا لا والله، الله يوفق الجميع وهم حرين بنفسهم وأنا حر بنفسي إذا أطلع زوجتي ولا ما أطلعها. ولكن أنا حبيت إني أشوف ردة فعل عبود ومهدي لا أكثر ولا أقل، عشان ما تصير إنه مثل الفتنة ويجي حد يقول لي والله أنت عاد تحكي على الناس اللي مطلع زوجاتهم والناس، لا، هم حرين بنفسهم وأنا حر بنفسي، أنا حر ما أطلع زوجتي وهم حرين يطلعون زوجاتهم حسب العقد على العادات والتقاليد. ممكن عندهم عادي، نحن يعني ممكن عندنا مو عادي. فيا جماعة مجرد ردة فعل لا أكثر ولا أقل، أتمنى منكم أنكم تتفاعلون بشكل جيد بهذا الفيديو، وأتمنى منكم تتفهمون الفيديو صح. ومجرد ردة فعل عبود ومهدي، إيش راح يكون ردة فعلهم لما يسمعوني عاد أحكي هذا الكلام؟ فخليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة، لا تنسونا باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس. يلا نبلش. طبعا لقيت مخبأ للكاميرا وهنا راح أحطها وأوجهها باتجاه الطاولة، وراح أقعد غاد وهم راح يقعدون هنا، وما راح أكيد ما راح ينتبهون فوق البراد إنه بكاميرا، عشان أوضح لكم بس. والحين يا جماعة ثبتت الكاميرا صارت جاهزة، بس لا أشوف هيك واضح. واضح معبود، اسمعي، راح تروحين عندهم تقولي لهم روحوا وشوفوا أبوكم قاعد بالمطبخ لحاله ايش عيفكر، مو؟ قولوا له روحوا اسألوه ايش بو، مو؟ لازم 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 لازم، لانه بابا قاعد لحاله. ها؟ اللي قاعد لحالي يا عبود، قاعد افكر بموضوع شالش راسي. شنو؟ صار لي يومين افكر بيه، وانت وكونكم شباب كنت اصيح لكم الحز، بس مليح انكم جيتوا، كنت اصيح لكم مشان استشيركم. فانت وما صرتوا شباب واعين لازم استشيركم، يعني لازم اذا اشتريت اي شيء سياره ولا غيره اقول لكم يا عبود مثلا اشتري هاي السياره، تقولوا لي يا اي يا لا، فهمتوا علي؟ لكم انت وصرتوا واعين، فهمتوا علي؟ ولا سمح الله مثلا اذا صابني شيء انتو تشيلون اسمي، فهمتوا علي شلون؟ فيا عبود ومهدي قاعد افكر بموضوع صار لي يومين مشان اطور قناتنا وتكبر، بس هاني ما تحجوني بهدوء، تمام؟ صار لي يومين افكر اني اطلع امكم معاي على التصوير. يا بابا. لا يا بابا، لا ما يصير، ما يحضروا القناه. ليش يحضرون القناه؟ يحضرون. اسمع دقيقه، طيب طيب خلني اسولف وانتوا تجاوبوني، جاوبوني في هدوء. اللي بده يعصب يطلع برا، تمام؟ اللي بده يصيح يطلع برا. بابا دقيقه، القناة ما يحضرونها، ما شفتش قد قنوات عائلية؟ بالعكس تصير قناتنا عائلية، نطلع أمكم، نصير أني وأنت ومهدي ومريم وأم عبود، نصير خمسة على القناة، قناة عائلية،
تكبر غناتنا بنوصل 10 مليون يا بابا. ما يصير بابا. الله ياخذك عنا بعدين ياخذك عنا. الله ياخذني عنا؟ ايه. ليش اللي طلع مرته ياخذ عنا؟ دقيقة هاتي كل الناس مطالعة. ما يصير ليش يا بابا؟ بده يساوي ايش على الحر يساوي على كيفه، والمو حر لا يساوي على كيفه. يعني قصدك كل واحد حر بنفسه؟ ايه تمام، كل واحد حر بنفسه، بس اني مو حر بنفسي. يعني اني حر بنفسي بدي اطلع امكم معانا. ما يصير. لا يعني يعني. طيب يا بابا اذا طلعت لازم ما ماذا لو كانت محجبه؟ لو امك محجبه عادي، واذا محجبه ضحك محجبة تطلع معانا عادي محجبة. لو كانت محجبة ما يصير. بعدين يحضرونا غناء وانت صار. بعدين الله يعاقبنا. ايه وياخذك على النار ونحن نروح على الجنة. انتوا تروحون على الجنة ونحن نروح على النار؟ ايه تاخذكم معي. هذا ما يصير. اللي يسوي شيء صح يروح على الجنة، بس اللي ما يسوي شيء صح ما يروح على الجنة. اني عاد اسوي شيء صح عشان نكبر قناتنا يا بابا. باكر اجيب لكم كل واحد، اشتري لكم اللي بدكم اياه، تكبر قناتنا نوصل 10 مليون، يصير يجينا مصاري، يعني كيف ننبسط يا بابا. قربنا نوصل 10 مليون، بدك تجيب لنا اياه بسرعه. 10 مليون اذا ضلينا طالعين انا وياك ومهدي إيه؟ نجيب 10 مليون؟ ايه دحين نحن حلوين بحياتنا ما نجيبها. وز حلوين ما نجيبها، بس طلعنا امكم ونجيبها. والله والله يا والد طالعها نجيبها. نجيب 10 مليون ساعة، يعني شهرين ثلاثة نوصل 10 مليون. انت بس بدك اياه بس. ايه ويجينا الدرع التلماسي. والله هذاك مو يصير درعك، يصير درعنا انا عبودة. ايه بس اسمع، نشتري سيارة من الفخمات. ممكن نشتري بيت. ممكن اشتري لكم اللي بدكم اياه، تشتهي سياره اشتري لك، تشتهي كل شيء اشتري لك. هذا بيت. هذا بيت؟ بيت هذا طبيعي بيت انه، بس هذا بالاجار، بدنا بيت ملك. ما يصير طالعها، لو حتى اذا بدنا على بالنا شيء يجينا. هذا البيت. هذا البيت. الله يبعث لك الشيء اللي ببالك. هذا البيت. رب العالمين يجيب لنا يعني يجيب لنا مصاري يرزقنا، بعدين نجيب العلبانة. رب العالمين يرزقنا وبعدين نجيب العلبانة. اعرف اعرف لا اله الا الله. رب العالمين كريم ويبعث رزق لكل انسان، بس ولكن يا بابا عشان يكبر قناتنا وتتطور انا عاد افكر بهذا الموضوع. لو بدها تكبر ما يصير طالعها. يعني لو اذا طلعنا امك بدها تكبر ما تطلعها؟ ضحك نحن خمسه بالبنات، اني ومهدي وانت وميمومة. تمام مو تصير امك؟ تصير خمسه؟ ايه ووجه ما بدنا خمسه، بدنا نطلع اربعه. ها هاي واحد، هذا مهدي وهذا انا وهذا انت وهي ميمومة وام عبود. لا ضيفه. لا يا وال ما تندم. اصلا اني قلت لابويا انا عبودة واني وانت ومريومة وحاج. لا مو حاج. لا اسمعوا هاي اخر 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 كلمة. لا انا مو على كيفك. لا على كيف يعني؟ لا القناة لي. القناة إنا الك انت؟ ايه طيب الك، بس من اللي سوى القناة؟ أنا. انت تمام القناة لي، أنا اللي سويتها، أنا اللي كنت أصور عليها، أنا اللي نزل. أنت عندك حاج وحاج 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 وحاج. أنت عندك. أنت اسكت. أنت ما بغير غير تقول لي. أنت عندك قناة أنت وعمي علي. تمام وهذيك القناة القناة الثانية عمار يجرب، أنت حطها باسمي واسمه معبود. لا انت معاك اخوات طالحين. اخواتي عدلهم راحوا، علي صار بالمانيا، علاء بالشغل ما يقدر يطلع. لازم اطلع مع بنت. خلاص يا زلمه
خلاص فكر فكر بالمستقبل. عم طلعت لعبت لعمي علي واحنا نصير هيك. ما بدكم مستقبلكم يصير كويس؟ لا. ليش؟ عم طلعت علي ولاد عمي علي. أنا عم بفكر. اسمع اسكت. أنا رجال هذا البيت. إيه. وأني حر أتصرف من رأسي. إيه. حب لكم. تطلعون أمكم معاكم. أيه. تمام، ما حب لكم تطلعون من القناة كلياتكم ونضل أنا ومعبود ومريم وبس. بالله. أنتوا تندارون على مدارسكم وأنا أصرف عليكم. فهمت؟ ما نطلع من القناة. ما في نطلع. طيب عدلنا جدو رضي. قلت له يا بابا بدي أطلع معبود معاي، قال لي طلعها براحتك. جدو يقول لأبوك جدو ما يطلع زاويش. جدو ما يخليك. ايه لا يخليني. لا ما يخليك. جدو ما يرضى. ايه يرضى. عدني دقيت عليه قلت له افضل عمك علي. عمك علي عمك عدي حبابة جدو كلياتهم قلت لهم قالوا لي براحتك طلع. لا هم ما يرضى. شعرف انت ما يرضون لان هم من سفر وقالوا لي ليش. من سافر وقالوا لك ايش؟ ايه. ام عبود جيب الكاميرا وتعالي. بالله. جيبي بدنا نصور مقدمه هنا بالمطبخ وانتظروا مني بسرعه. اني لا تجي. اني بدي اطلعك. بالله. انا بدي اروح اطلعها. نروح؟ بقى عبودي لا تحطي لك هنا. اقعد. لا ماني قاعد. لا قعد. تعالوا لهنا انت وياه. بدي ازدكم عارف وين؟ بدي ازدك انت وياه. نزلتك انت وياه هنا مقلا تعالوا اقول لكم تعالوا ليش سويت هذا مقلا؟ لا لا طول بالك بهدين ابو عبود ومهدي عصبوا. تعالوا خلينا نسولف بالغرفه. يا جماعه شفتوا رده فعل عبود ومهدي؟ عبود ومهدي جد شتوا يعني شاكين او حاسين اني عم اسوي مقلب بيكم ولا لا؟ لا. كان النقاش جدا حماسي بيني وبينهم، ولكن يا عبود عشان اوضح لكم انت تطلق ماما. تطلقها؟ مو تطلقها، طلعها. ايه اسمع مهدي يا سلام. اسمع يا عبودة، ها بدي اقول لك شغله عشان تفهمون علي. كل شخص حر بايش؟ بنفسه. كل شخص حر بنفسه. بابا سامع صوت المطر؟ صح سامع صوت المطر. الاشخاص اللي مطلعين زوجاتهم ومسوين قنوات عائلية هم حرين بنفسهم. إيه؟ وش نقولهم؟ الله الله يوفقهم. يفوقهم مثل ما قلت يوفقهم. وهم حرين بنفسهم ونحن حرين بنفسنا، ولكن أنا كان والله كان بدي بس أشوف شني ردة فعل عبود ومهدي. نحن نطلع ماما. وأني خبرت جدكم قلت له هيك، قال لي عادي طلعها. لا أنا مزح. لو حتى مخبر جدو يعني جدو إيش بدي يقول لي؟ يعني يا يقول لي لا، يا ما يقول لي أنت حر بنفسك. مزبوط؟ ما يعني أنت يقول لي أنت حر بنفسك. فأنا تردت فعل عبود ومهدي جدا حلوة وناقشوني نقاش وما وافقوا، وأني مرتين ثلاثة بدي أضحك وأقولهم إنه مقلب بس ما ضحكت عشان ما أفشل المقلب. وأنتوا يا جماعة تحكمون. ضحكت ما نفكر إنه مقلب. صحيح. وبالتالي مثل ما قلنا لكم عشان ما حد يجي يقول لي انت عاد تحكي على فلان وانت عاد تحكي، انا ما انا عاد احكي على اي انسان وما لي علاقه باي انسان، وكل الناس الله يوفقها ويوفقنا جميع، وهم حرين بنفسهم. وارجع اقول هم حرين بنفسهم ونحن حرين بنفسنا، وهم زملائي بالتصوير يعني بالعمل. ممكن يوم من الايام نلتقي نحن وياهم، نحن بيني وبينهم ما ابو اي شيء. الله يوفقهم والله يوفق الجميع. وعبود ومهدي هم أعطوا ردة فعلهم يعني رأيهم،
وبس. وانا كنت من كل هالفيديو اريد ردة فعلهم وايش جوابهم ايش راح يحجون. فيا حبايب لهين وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك، لا تنسون تحطونا لايك وفولو. نحبكم، باي باي.